خرج الشعب المصري بالملايين إلى الشوارع والميادين في جميع أنحاء البلاد مطالبين برحيل جماعة الإخوان الإرهابية بعد عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية في واحدة من أكبر الثورات الشعبية في تاريخها الحديث. تجمعت الحشود الضخمة في كل أنحاء الجمهورية معبرين عن رفضهم التام لحكم جماعة الإخوان وداعين إلى إعادة مصر إلى مسارها الصحيح. رفعت الشعارات والهتافات التي تنادي بالحرية والعدالة والكرامة. تجسدت ثورة 30 يونيو في وحدة الشعب المصري وإصراره على تحقيق التغيير، مما أدى إلى استعادة الاستقرار والأمن في البلاد ووضع مصر على مسار جديد نحو التنمية والازدهار. إصلاحات وتحولات جعلت مصر اليوم دولة مستقرة آمنة ومزدهرة تسير بثبات نحو مستقبل مشرق ومستدام. معكم اليوم نتذكر ونحتفل على مدار هذا اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو. كل عام حضراتكم بألف خير.